عليكم تغطية خاصة. احنا اليوم باسبانيا تحديدا ببرشلونة، مدينة عشاق كرة القدم. بس احنا اليوم تجربة مميزة للسيارة البريطانية الجديدة جاكور اف تايب كوبي 2014، اول تجربة على مستوى العالم. اليوم رح نحكي بالتفصيل عن السيارة من الخارج والداخل، رح نجرب السيارة على الطرق العادية، رح نجرب السيارة على الحلبة. كونوا معنا بهاي التغطية وخلينا نتعرف على السيارة بالتفصيل. بنلاحظ الفتحات والهوية تاع جاكور بمقدمة السيارة، ممكن التمييز بين النسخ الاس والار عن طريق الشعار الموجود بالمقدمة، فتحات مشان تبريد البركات والمحرك كبيرة. بنلاحظ ال LED لايت اللي بعطي هاي السيارة هوية، طبعا LED نهاري، اضواء وزينون. السيارة مزودة ممكن طلبها بجنوط من 18 انش لحد 20 انش، وبالنسبة للبريكس ممكن طلبها بكربون سيراميك بريكس او البريكات العادية. طبعا الكربون سيراميك بريكس اختيارية على نسخة الار والاس، بس النسخة العادية ما بتتوفر عليها. بالنسبة للسيارة من الجنب بنلاحظ ماسكات الابواب مثل استون مارتن، مثل نيسان جي تي ار، مشان يحسوا يعطوك هيك شعور غريب، وبنفس الوقت انه يعطوك احسن اداء ممكن للانسيابيه تحت الهواء. ممكن طلب السياره اما تكون سقف بانوراما زجاجي بالكامل او بدون سقف بانورامي. بالنسبه للسياره من الخلف بنلاحظ اضويه ال LED جدا مميزين، السبويلر الخلفي الغريب يعني بالنسبه للسيارات ممكن ارتفاعه على سرعه 120 كيلومتر، وفي زر بالداخل ممكن انت تكبسه وترفع الجناح. بالنسبه لعوادم الاكزوست، نسخه الار بتوفر عليها اربع عوادم 2x2، بس نسخه الفي 6 الاس والعاديه بكون الاكزوست بالمنتصف. بنلاحظ مشتت الهواء مشان يعطي احسن قدر ممكن من انسيابيه الهواء وتثبيت السياره. الكاميرا الخلفيه موجوده بالخلف مشان تسهيل الرؤيه. بالنسبة للصندوق الخلفي مساحة تعتبر جيدة بالنسبة لسيارة رياضية، 407 لتر، تعتبر المساحة جدا ممتازة. تسكير الصندوق عن طريق الزر. وبنلاحظ هون أضوية الريفيرس موجودين بأطراف السيارة بالنسبة لسيارة غريب، أغلب السيارات دائما بالأضواء الخلفية. هاي السيارة بشكل عام من الخارج، وطبعا في حساسات مشان تساعد بالاصطفاف. خلينا نحكي على السيارة بالتفصيل من جوا. نحكي شوية تفاصيل عن الجاكور اف تايب كوبيه من الداخل. صراحة الأزرار قليلين، السيارة جدا واضحة. نبلش بالشاشة. الشاشة حجمها 8 انش باللمس، تتحكم بكل اعدادات السيارة. طبعا بنلاحظ بهذا الكونسول بيطلع فتحات التهوية تاعت المكيف. صراحة جاكور مبدعة بهاي الشغلة، كتير لطيفة الفتحة. كبسات التكييف واضحين، في 2 ديسبلاي للمكيف، يعني تنتقل لمناخين للسائق والجنبو مختلفين عن بعض. الشاشات تاعتهم واضحة، سهلين جدا بالتحكم. بالنص للتحكم بالقوة تاعت المراوح. الجير بوكس ممكن تحطه تيبترونيك. 8 غيارات أمامية، ممكن تختار الديناميك إنه أقوى إشي، أو ممكن اختيار الوضعية العادية. في زر هون تشغيل وطفي السيارة، التحكم بالارتفاع الصوت، كبسة للعادم إنه أنت بتخلي الصوت عالي وأنت ماشي، وكبسة التراكشن كنترول أوف، زر للتحكم بالجناح الخلفي ترفعه وتنزله، وزر لتخلي وضعية الإيكو اللي هي الاقتصادية بالبنزين، وزر الهاند بريك. في مساحات تخزين حاملة أكواب، في مساحة تخزين هون فيها AUX ومدخل USB، في فتحة صغيرة هون لتخزن فيها أشياء صغيرة. بالنسبة للمقاعد تتوفر بعدة ألوان، منها الجلد، منها الكنتارا، بالذات الستيرين كمان جلد أو كنتارا. في بدل شيفت وراء ملمسهم جدا رائع. أزرار للتحكم بوضعيات السيارة على الستيرينج. كبسات للمقاعد تتحكم، تقدم المقاعد، ترجعهم. وفي طبعا ميموري بثلاث وضعيات. السيارة بسيطة سهلة. السيارة مزودة بنظام صوتي من ميريديان، 10 سماعات بقوة 380 واط، وممكن طلبها ب 12 سماعة بقوة 770 واط.
نحكي شوية اختلافات وتفاصيل بالنسبة لنسخة الاس ونسخة الار. نسخة الاس والار ممكن تميزهم من خلال من الداخل. بنشوف هون هاي نسخة اس على المقاعد ما بكون محطوط، الستيرنج ما بكون محطوط اشي. نسخة الار بكون هون مختوم حرف الار، الستيرنج عليه حرف الار، والمقاعد خلف الرأس موجود حرف الار مشان تميز هاي النسخة عن النسخة الاخرى. نسخة الجاغوار اف تايب كوبي، النسخة العادية 6 سلندر 3000 سي سي سوبر تشارج بتولد قوة 340 حصان. السيارة بتتسارع من 0 ل 100 ب 5 ثواني و3 اجزاء. السرعة القصوى بتاعتها مثبتة الكترونيا 260 كيلومتر بالساعة. التورك اللي فيها 450 نيوتن متر من التورك. السيارة طبعا دفع خلفي. نسخة الاس تيجي 380 حصان 6 سلندر 3000 سي سي سوبر تشارج، تتسارع بالسيارة من 0 ل 100 ب 4 ثواني و9 اجزاء. بالنسبة للتورك 460 نيوتن متر من التورك. السرعة القصوى 275 كيلومتر برضو مثبتة الكترونيا. النسخة الأقوى نسخة اف تايب كوبي ار، مزود بمحرك 8 سلندر 5000 سي سي، سوبر تشارج بولد قوة 550 حصان. السيارة بتتسارع من 0 ل 100 ب 4 ثواني وجزئين. السرعة القصوى مثبتة الكترونيا 300 كيلومتر بالساعة. بالنسبة للتورك 680 نيوتن متر من التورك، طبعا التورك جدا عالي صراحة، سيارة دفع خلفي والسيطرة صعب عليها. استهلاك بنزين السيارة بتستهلك 11.1 لتر لكل 100 كيلومتر. بالنسبة للألوان الخارجية بتتوفر 15 لون خارجي. صراحة من تجربتي للسيارة أنا بنصح إنه السيارة الـ V8 إذا أنت مش متمكن ومش يعني شوفير كتير ممتاز وعندك خبرة عالية، يفضل تشتري نسخة الست سلندر. صراحة السيارة متوحشة، التراكشن كنترول فيها يعني إذا بتحط الدايناميك السيارة بتساوي أوفر ستير كتير، يعني كتير تتحرك يمين وشمال، فأنت بدك تكون مسيطر، أي كورنر ممكن تساوي فيك سبين بكل سهولة. بالنسبة للأسعار طبعا نحكي أسعار الشرق الأوسط، طبعا في اختلافات من دولة لدولة، نحكي على دول مجلس التعاون الخليجي. النسخة العادية من 240 ألف ل 260 ألف درهم أو ريال تقريبا. النسخة الأس من 290 ل 300 ألف درهم. النسخة الأر اللي هي الأقوى من 440 ل 460 ألف درهم تقريبا. لسه مش مؤكد 100% الأسعار، بس بين هدول الأسعار. السيارة بتتوفر بالمنطقة، راح تكون بمنطقة الشرق الأوسط بشهر 6/2014 راح تكون متوفرة. اختلافات ميكانيكية، نسخة الار غير انه القدرة الحصانية غير، الليمتد سليب ديفرنشال الموجود عليها بيكون الكتروني، اما نسخة الاس بيكون عليها ليمتد سليب ميكانيكي عادي. الالكتروني الكمبيوتر بيساعد بيغلق وبيفتح الدف الخلفي حسب الحاجة وحسب الوضعية الكمبيوتر بيشوفها لازم يحسنها. بالنسبة لوزن السيارة بيبدأ من 1577 لحد 1665 كيلو. السيارة فيها نسختين، ممكن طلبها عادية وممكن تطلب السيارة بسقف بانوراما، بس بزيد الوزن طبعا ورح يزيد السعر أكيد. بالنسبة للكربون سيراميك بريكس بتكون اختيارية على نسخة الاس وعلى نسخة الار، طبعا أدائهم صراحة خيالي ومختلف عن البركات العادية. 6 بساتن بالأمام 4 بساتن بالخلف. هاي السيارة بشكل عام من الداخل، لما انت تغير الديناميك مود العدادات بصير لونهم احمر، لما تحط المود العادي بصير لونهم عادي. بالنسبه للصوت، نسخه الاس ونسخه الار مزودين باكزوست سيستم معدل. بعد ال 3000 دوره الصمامات بتفتح بعطي الاداء العالي، اداء رياضي بحت وصوت مميز. اذا بتكون تحت ال 3000 دوره بكون اداهم عادي. اذا بدك ممكن تشغل هذا الاداء انه من الار بي ام الواطي، اذا بتكبس زر تاع الاكزوست فبيطلع الصوت. السياره صوتها جدا مميز،
اسمعوا، هاي نسخة الستة سلندر. بعطيك أصوات طرب اللي بدك إياها وزيادة، وأنت واقف وأنت ماشي أصوات مذهلة. وبالنسبة في أزرار على يساري لفتح الصندوق الخلفي، لضوء الضباب الخلفي، التحكم بحدة الأضوية، وهذا الزر للتحكم بالستيرنج إنه أنت ممكن تقدمه ممكن ترجعه وترفعه وتنزله للتحكم فيه. وفي هون فتحة الصندوق. السيارة جدا بسيطة مش معقدة، وطبعا فيها أضواء المعتادة اللي هم أضواء المود اللي هون جاكوار، وموجودة على الجير بوكس، بس هاي الأضواء بتبين أكثر لما تكون أنت بالسيارة بالليل. هاي السيارة بشكل عام من الداخل. شباب أي استفسارات اسألوني على الموقع، أنا إن شاء الله برد عليكم كل تفاصيل وأي شيء بدكم إياه. هلا راح نختبر اداء السياره على الستريت لاين، شوف تسارعها والجو الماطر، ان شاء الله نقدر نسوي سرعه هيك 200-220 تعجبكم. خلينا نشوف، هاي قربنا على الستريت لاين، يلا منيح. بنحاول نطلع لكم صوت السيارة قدر الإمكان، بس شايفين التراكشن بضل يشتغل، مش قادرين نعطي السيارة للليمت تاعها. صوت جدا مميز جدا رائع. بالنسبة لمصات الصدمات، نسخة الار والنسخة العادية كتير بتنبهوا بالوضعية اللي انت بتسوق فيها، لدرجة انه بيساوي اكتر من 25 وضعية مختلفة مشان تتماشى مع اداء السيارة حسب الوضع اللي ماشي فيه. طبعا اداء البركات كاربون سيراميك خيالي صراحة. بالنسبة للجير، الجير بوكس اوتوماتيكي 8 سرعات، طبعا الجير موجود على كل النسخ 8 سرعات. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهاي التغطيه الخاصه. تابعوا موقعنا arabgt.com لكل جديد بعالم السيارات. شباب اعطوني تعليقاتكم على الحلقه على الموقع، وان شاء الله انا راح ارد عليكم بشكل شخصي. راح نوصل للعالميه باسم العرب مع بعض ان شاء الله. في امان الله.